عندما يبحث المرء عن تميز يرتقي به وبمجتمعه، لابد أن تترك الإنسانية بصمة على محتاجيها. نظارة ناطقة للمكفوفين، اختراع جديد تمكنت كل من المهندستين إيمان الشياح وجهاد أبو شقرة من تقديمه مساعدة لهم، وتعتمد هذه النظارة الذكية على تنبيه الكفيف من عوائق الطريق وإرشاده للسير في الاتجاه السليم. بالإضافة لأنه بيحدد لي 30 لون للكفيف، بيقرأ أنا ممكن أزيدهم قد ما بدي، وبحدد لي اللي هو المتناسق بينهم، بحيث أنه الكفيف لو بدي يرتدي ملابسه يرتديها بسهولة بدون ما يحتاج أي حدا. طبعا بنطمح انه نطور على المنتج في المرحله هاي اللي احنا بنشتغل فيها، انه المنتج يكون قادر على قراءه العملات النقديه او الورقيه، بالاضافه لانه يقرا النصوص. كمان الجهاز ممكن يتبرمج باي لغه، يعني احنا حاليا مبرمجينه باللغه الانجليزيه مع العربيه، بهدف تسهيل حركه الكفيف والبحث عن افضل الطرق التي تساعده في الحركه والتنقل دون حرج. جاء الاختراع ليمد فاقدي البصر بالتنبيهات التي تترجمها اوامر وتوجيهات منطوقه تبعدهم عن أماكن الاصطدام المتوقعة، لتوصلهم بأمان إلى المكان الذي ينوون التوجه إليه دون الحاجة لمساعدة من حولهم. مشروع النظارة الذكية هو مشروع واحد يستهدف فئة مهمشة في المجتمع، حيث يساعد المكفوفين على تلمس أو تحسس العوائق أمامهم في الطريق، يعني في الطريق لجسر الهوة بين الأشخاص المكفوفين والأشخاص المبصرين، حتى يعني يساوي الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية بالأشخاص المبصرين. بسهولة ويسر ولتلقي الخدمة الأفضل، ليس على الكفيف إلا أن يرتدي هذه النظارة الموصولة بسماعة أذن خفيفة لنقل التوجيهات والتنبيهات صوتيا للكفيف، حيث يستطيع الكفيف وضع لوحة تحكم صغيرة على منطقة الخصر مرتبطة بالنظارة الذكية المخصصة للجهاز، مع سماعة أذن ومجسين موجودين أعلى القدمين. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر أحد متطلبات التنمية في فلسطين، فلا زالت الحاجة إلى المزيد من الإبداعات والاختراعات. يوسف الأستاذ، تلفزيون وطن، غزة، فلسطين.